السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون. مرحبا بالمشاهدين الكرام، مشاهدي قناة دادس بعيون الغربة. اليوم الإخوان في هذا الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو كيدخل في الإطار ديال التراث المغربي، وخاصة التراث الأمازيغي، وفي إطار الأكل. اليوم الإخوان قبل ما نبداو في الفيديو، نتمنى من الاخوان اللي اول مره كيشوف هاد القناه هذه يشارك معنا باش ديما يوصلوا الجديد ديالنا، وكليكي على الجرس باش يضغط على الجرس باش ديما يوصلوا الجديد ديالنا. كيف ما قلت لكم الاخوان الكرام، هاد الفيديو خصصته اليوم على هاد النقطه ديال تراث الاكل المغربي، وخاصه الاكل الامازيغي. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الطبق وواحد الاكل خاص بواحد المنطقة سميتها منطقة الجنوب الشرقي. هاد منطقة الجنوب الشرقي كتمدد بين ورزازات، زاكورة، قلعة مكونة، تينغير، بومندات، الرشيدية، نواحي تافيلال الريصاني، إيميل تشيل، المهم هاد لازون هادي. هاد لازون هادي كيتميزو بواحد الأكلة فريدة من نوعها إلا قرناها بالمغرب، ما كنهضروش على خارج المغرب، لأن خارج المغرب مغاديش تلقاها. وفي داخل المغرب هاد الناس هادو هما كيتميزو بهاد الأكلة هادي. هاد الأكلة الإخوان كيطلق عليها واحد الاسم إفنوزن، واحد الطبق الاسم ديالو هو إفنوزن. هاد الطبق إفنوزن شنو هو الدور ديالو؟ هو كتعتبر بحال هاد السكينة هي باش كتواجه البرد القارس اللي كيكون في هذيك المنطقة. خصكم تعرفوا الإخوان أن البرد في هذيك المنطقة راه برد صعيب جدا، قاسح بمعنى الكلمة. دونك هاد الطبق ديال إفنوزن شنو هو المكونات ديالو؟ شنو هو باش كيتكون من مادتين. المادة الأولى الكسكس، هذيك المادة ديال الكسكس، والمادة الثانية كتكون من الفصة. الفصة هو واحد النوع، المغاربة كيعرفوا شنو هو الفصة، اللي كيسمعنا من برا المغرب هو واحد النوع نباتي كتسمى الفصة. دونك هاد الفصة هادي ماشي أي نوع ديال الفصة. هاد المنطقة، هاد الناس هادو ديال منطقة الجنوب الشرقي، شنو هو النوع بالضبط اللي كيحتاجو باش يديرو هاد الأكلة؟ كيحتاجو هاديك الفصة اللي كتطلع، يلاه كتطلع من الأرض ماكسيموم 7 سنتيم. هاد الفصة الماكسيموم ديال 7 سنتيم كتكون حلوة مزيان بزاف، وكل ما كتطلع الفصة 10 سنتيم من الفوق، حتى هما كيعرفوش كيديرو. فاش كتكون الفصة طالعة من 10 سنتيم من الفوق، هادي كتكون حارة وهادي كتعطى البهيم. اذا كيف ما قلت لكم الاخوان ان هذا الطبق هذا كيتكون من عنصرين، عنصر الكسكس وعنصر الفصة، وعاود ثاني زيت العود اللي كتكون هذيك الساعه يلاه كيعصروها في هذيك الوقت، وكتكون عاود ثاني هذيك البهارات والتوابل والكي اللي كيستعمل البصله والكي اللي ما كيستعملهاش. اذا هذا الطبق مهم، غادي نخليكم غادي نبارطاجي معكم الفيديو باش تفهموها شنو هي بالضبط، ونقدم لكم الطبق ديالها في الاخر في واحد الفيديو. صراحه حنا صوبناه في المنزل ديالنا، لان الجذور ديالنا راه من هذيك المنطقه. صراحه هو صحي، هاد الاكله صحيه جدا، واخا لا بلوبار ديال المغاربه دابا اللي غادي يشوفوا هاد الاكله ويشوفوها سمعوا هاد الهضره، اللي غادي يجيهم اول مره يسمعوا هاد الاكله هادي واول مره يشوفوها. ولكن هاد الاكله هادي راه متجدره تاريخيا في المنطقه ديال الجنوب الشرقي. وهاد البلاصه ديال الجنوب الشرقي كيديروا جوج اكل، كاين هادي ديال افنوز اللي قلت لكم السميه ديال افنوز، وكاين عاود ثاني واحد اكله اخرى اللي ممكن نخص ليها واحد الفيديو في مناسبه اخرى، وهو اكله سميتها امركاز. هاد امركاز اشنو هو؟ كيتكون من جوج حوايج، حتى هو كيتكون من الدقيق، ماشي اي دقيق، خاصه الدقيق ديال الذره ديال المايس،
وكتكون في التقديم كتكون عليه الفصه، كتصاوب ابار وكتحط عليه الفصه، وكيحتفظ هذيك الفصه كتحتفظ بديك السخونيه ديال الكسكس، الكسكس ديال الذره. وحتى هو كيستعملوا هذيك المناطق لمواجهه هذا المشكل ديال البرد. اذا نتمنى من الاخوان اللي كيشوفنا اول مره في الفيديو انه يشارك معنا في القناه ويبارطاجي الفيديو وينضم للقناه ديالنا وينضم للاسره ديالنا باش ديما يوصل الجديد ديالنا. نتمنى ان المحتوى ديال هذه القناه يعجبكم، ونتمنى انكم تحطوا لنا التعليقات ديالكم في الكومونتير باش نحاول ما يمكن نصحوا المسار ديالنا ونصحوا الاخطاء ديالنا، لانه بالاراء الاخرين تتصحح المسار ديال الانسان. وغادي نخليكم مع هذا الفيديو اللي خص فيه الكيفيه ديال تحضير هاد الوجبه ديال الافنوزن. وتحيه اليكم والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. Let's go.